عاش معاها تحت سقف بيتهم، كل واحد في أوضة خاصة بيه، مهددها ياخد بناته منها بعد انفصالها عنه لو اتجوزت بعد انفصالهم. الجواز بالنسبة له ملوش لازمة، واضطر يتجوز علشان يجيب عيال تشيل اسمه، وبيفضل يعيش مع واحدة من غير جواز أحسن بكتير من الجواز نفسه. أسرار عن حياة المطرب اللبناني وائل كفوري وقصته مع أم بناته أنجلينا بشارة. يا ترى بيعمل إيه معاها بعد الانفصال؟ ليه عايش معاها في بيت واحد رغم انفصالهم؟ إيه سر حبه للعيشة مع ستات من غير جواز؟ كل التفاصيل دي هتعرفوها معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للآخر. الفنان وائل كفوري من أول ما بدأ مشواره الفني ومحدش يعرف حاجة خالص عن حياته الشخصية، وحتى لما اتجوز ما ظهرش كتير مع مراته، يدوم مرتين بس قدام الإعلام والأضواء، وده بسبب إنه ما بيحبش حد يعرف حاجة خالص عن حياته، ورافع شعار حياتي الشخصية خط أحمر. تخيلوا بقى كل ده حصل عكسه الكام سنة اللي فاتوا، وده بسبب مراته الأولانية وأم بناته اللي بقت كل شوية تطلع وتقول إنه مد إيديه عليها كتير وهم متجوزين، وكمان بعد انفصالهم ما بيصرفش على بناته وبيبعت لهم بس في الشهر 300 دولار، ودول ما يعملوش أي حاجة ولا بيقضوا مصاريف واحدة بس منهم. الغريب بقى إن كلامها وتصريحاتها دي كلها عكس تصريحات وائل كفوري اللي قالها قبل كده. أصل وائل كان قايل إنه قاعد مع مراته الأولى تحت سقف بيت واحد، بس في نفس الوقت كل واحد منهم عايش في أوضة واحدة، وأوقات كتير هو بيسيبهم ويروح يقعد فترة في بيت تاني بعيد عنهم، وأوقات برضو أنجينا بتعمل كده. كل ده على قلبه زي العسل علشان بالشكل ده بناته بيتربوا قدامه وبيقدر يحافظ عليهم وعلى حالتهم النفسية، وما يطلعوش متعقدين من الحياة أو ناقصهم حنان أبوهم، وكمان ما يبعدش عنهم لحظة واحدة لأنه بيحبهم بشكل مش طبيعي، لدرجة إن اتجوز وهو شايف الجواز منظومة فاشلة لا يمكن تنجح، وبيجي من وراها مشاكل كتير وحوارات ملهاش أول من آخر. بس اللي مصبره وخلاه يعمل كده هو إنه عايز يخلف ويبقى عنده ولاد يكونوا سنده في الحياة ويشيلوا اسمه من بعده. وائل كفوري شايف إن من حق مراته الأولى تتجوز اللي هي عايزاه وتعيش حياتها، بس لو عملت كده أول حاجة هيعملها إنه هياخد بناته منها ويعيش بيهم بعيد عنها، لأنه ما بيحبش بناته يكونوا مع راجل غريب يربيهم ويصرف هو عليهم ويكون هو بالنسبة لهم ولا حاجة، مجرد أب على الورق لا أكتر ولا أقل. فلسفته إن لو هي مستغنية عن بناتها خلاص تتجوز وما تدخلش حياتهم خالص وتسيبهم ليه، خاصة إنه ما قصرش معاها في أي حاجة طول فترة الجواز. بس الأغرب بقى إن وائل كفوري مش ناوي يتجوز تاني أبدا، وهيكمل حياته أعزب ولا يمكن يكرر تجربة الجواز دي تاني إلا لو وقع في حب واحدة وما قدرش يسيطر على مشاعره. الاختيار التاني إن لو محبش فهو هيمارس المساكنة، أيوه هيعيش من غير جواز لأنه شايفها أرحم بكتير من الجواز مش رابطة بأي حاجة، وكمان هيقدر يروح البيت في الوقت اللي هو عايزه من غير ما تقول له كنت فين ولو اتأخرت عني أو أنت ملزم تعمل كذا أو كذا. ده غير كمان إن وقت ما يروح لها هيلاقيها مستنياه بكل حب وهتتكلم معاه بطريقة كويسة، يعني مش هتتصنع عليه في الخطوبة وبعد الجواز هيشوف الوش تاني، لا هي هتفضل دايما كويسة معاه. وهو مواعيد شغله صعبة جدا وبيسافر كتير، فالمساكنة هي اللي بتناسب ظروف حياته. إيه رأيكم في طريقة حياته وتفكيره؟ وشاركونا بأبرز أغنية بتحبوها ليه. يلا مستنية تكتبولي في التعليقات.